أشكركم جميعا على تابعتكم والمجهودات ديالكم منذ أبريل الماضي على هامش المعرض الدولي للفلاحة بمكناس. اتفقنا في اجتماع مع رؤساء الغرف الفلاحية الجهوية ورؤساء الفيدرالية عجد مهم لتقييم مخطط المغرب الأخضر من بعد ما مرينا بالمرحلة ديال مراكش اللي كان فيها واحد النقاش حول سلاسل الإنتاج، من بعد كانت مراحل كذلك جهوية اللي في الغرف الجهوية اللي تكلموا على تنزيل مخطط المغرب الأخضر على المستوى الجهوي. اليوم كنتكلموا على واحد الموضوع اللي هو موضوعاتي ديال افقي اللي كيتكلم على الانفراستركتور وعلى الفلاحه، المسائل اللي كتهم الفلاحه افقيا كلها، واللي كنجيو بعروض ديال النتائج اللي بدا المخطط المغرب الاخضر في يعني في وسط 2008 فين ما وصلنا اليوم في 2018 وكذلك الافاق ديال 2019. هذا النقاش وهذا الحوار وهذا التقييم هو جد مهم، لانه بفضل هذه الارقام وبفضل هذا غادي كنعرفوا اشنو هو نقاط الضعف وشنو هو نقاط كذلك القوه وشنو هو الامكانيات اللي متاحه وشنو هو نقاط القوه اش خلقات من اشكاليات وكيفاش يمكن لنا ان شاء الله زعما نمشيو مع هاد الاشكاليات اللي هي مطروحه باش نطروحها في الاستراتيجيه الجديده اللي هي استراتيجيه يعني نادى بها صاحب الجلاله باش تعطى واحد الافق جديد الفلاحة، واللي إن شاء الله احنا نشتغل لأنه التوصيات هي واضحة، يعني طبقة متوسطة فلاحية، شباب يشتغل، أراضي فلاحية اللي غادي تعطى اليوم هو ملتقى يعني باش يعني نواصلوا تقييم ديال المخطط الأخضر. في جوج كلمات نقدروا نقولوا بأن المخطط الأخضر بأنه يعني نقدروا نقولوا بأنه الحصيلة إيجابية على العموم، والحاصله حقيقه هادشي اللي تقال يعني في جميع التدخلات على مستوى ديال الانتاج، على مستوى كذلك ديال تحسين ديال الدخل ديال الفلاح، على مستوى كذلك ديال الحضور الايجابي والوازن في واحد العدد ديال الاسواق اللي في القدم ما كناش نولجوها، وكذلك في التنظيم ديال الفلاحه اللي كان تنظيم مهم. وكذلك ما ننسوش بانه باش هذا القطاع ديال الفلاحه يمشي بعيد ونقدروا يعني يكون بطريقه مستمره، المهم هو منذ البدايه وضعنا جميع الوسائل وجميع يعني المؤسسات باش يمكن ينجح، لانه الوزاره ولا الحكومه الان هي اللي تلقات مع المهنيين يعني هذا المخطط، ولكن ما ننسوش بانه في السنوات المقبله راه المهنيين اللي هما يعني غادي يقوموا بالواجب ديالهم وغادي يعني ياخذوا الامور ديالهم بين يديهم. طبعا حدا هذه الحاصله اللي هي اقل ما نقولوا بانه ايجابيه جدا، فمن باب المسؤوليه ومن باب كذلك ديال الجميع ديال الحكومه ولا كذلك ديال حنا كمهنيين لازم نراجعوا بعض المجالات باش ندوزوا من حسن الى احسن، وهذا بالنسبه كذلك لبعض يعني واحد بعض الملفات اللي هي لازم ندرسوها اكثر، وهي يعني ديال التسويق، هي ديال البحث العلمي والتاطير ديال الفلاحه، وهي كذلك ديال تشجيع كاع يعني الاستثمار جميع المناطق وفي جميع الجهات وفي جميع المجالات. طبعا الملتقى ديال اليوم غادي ياكد اكثر وغادي يعني باش غادي نحاولوا بكل القوى ديالنا وباش يمكن الخطاب الملكي السامي ديال اكتوبر امام البرلمان باش ننزلوا على ارض الواقع المضامين ديال هذا الخطاب، لانه صاحب الجلاله اوصى يعني بالانصاف ديال الفلاح الصغير، وتنظنوا جميع بانه الانصاف ديال الفلاح الصغير هو المؤشر الحقيقي ديال النجاح ديال المخطط الاخضر. الافكار الممتعه والمتميزه للرقي في قطاع الفلاحي، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.